ما كانش حتى الدنيا اللي ملي كيخدم هذاك سميتو كلشي غادي يزيد. مع الخبز ديال الفوكلان دابا. اه شوف هاد السي كاين شي شقاق الداخل. شوف هادشي. اه سيب علينا علينا باركين وخايفين. كما قلت يعني الحمد لله شرفتنا جديد الان في محطات يعني متتاليه بالحضور ومواكبات هذا المسلسل النضالي. اليوم نحن يعني نخوض هذه الوقفه هذه وننصب خيمه للاعتصام حتى يعني تسويه الوضعيه العمرانيه وايقاف التراخيص. الاهم اساس المطلب الاساسي هو هذا، لا يعقل ان تتجري اعاده هيكله وتيناقصوا الناس تيسدوا علينا في زاكسي لي بيس كاع اللي حنا تنقولوا غادي يتهيكلوا وتاميناجيو راه تيسدوا علينا فيه. هذا الشيء غير معقول. هذا الشيء طبعا تقف وراءه مافيا العقارات ولوبي للفساد في مختلف ادارات الاقليم وعلى راسها العماله. وهنا راح يعني نحمل العامل كمسؤول اول في هذا الاقليم عما يجري عليه ان يتحمل مسؤوليته وان يكف عن الترخيص والسماح للمضاربين العقاريين بالتشويش على مشروع إعادة الهيكلة. مرة أخرى الرئيس هو أيضا كمتدخل والرئيس الوكالة الحضرية والمدير ديال مجموعة العمران كلهم معنيون بإيقاف تراخيص البنايات المتاخمة للدور إلى حين إخراج مشروع إعادة الهيكلة إلى الوجود. واليوم نحن نعلن إلى الرأي العام المحلي أن مسلسل النضالي لا زال مفتوحا إلى حين تسوية هذه الوضعية هذه، بما فيها إن شاء الله اعتصامات أمام ننقلها أمام العمالة وأمام البلدية، بما فيها مسيرات ووقفات إلى حين تسوية مطالبنا الاجتماعية الصرفة. وشكرا. ملي بدا ديال الحرارة ديك التراك استخدم المواعن كل ما يطيحوا لي من فوق الماريو من فوق الفيترينا والدار كلها تشقت، البيوت كل ما تشقوا وكل ما حاطين. الدار ديالك فين كاينة؟ ها داري هادي كل ما تشقوا وليت ولينا نبركوا خايفين يرجعوا طيحوا علينا. كون الانسان ما خاصوش يشوف على صلاح راسو، خاصو يشوف صلاح الدراويش تا هما معاه. راه طالع الله ما عندناش، لا طاحت كاع هي جورة ما عنديش باش نكملها، ما عنديش باش نوقفها. وهذا اللي كان هو هذا هو. كلها تشقت غدا تريب عليها. كما كل تشقوا كل شيء. كل شيء تشقوا بالحس. ما يبداو في هذيك سميتو تصير كلها تزعزع. بلدي بدا يحفروا. ريب لي على خاطره. انا راه ريب لي على خاطره. قالت داخله عندك. سكني تبوا. ساكن هنا. اشنو علاش واقيلا لي؟ ساكن وليد في هاد الدار. واقيلا حساب يديرون الطريق هنا وهاد السيد اللي كيبين جايب بوكلام. كتحفر كتزعزع الديور تشقوا كلهم تشقوا كامل تصدوا فيها من تما. والله كتشوفهم الاسوار ديالهم تطلع تشوفهم راه الا سطاح ولا حيوط ولا بني ولا تكرفصنا بزاف. عارفين تكرفصنا وليدي بزاف مع 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 التراكس هذاك هو. دار هو شتي انايا دار عبد الله شنقول لك انا؟ انا ما كاين معن حيط راه وريبوا ليا وهاوض راه مهود راه كان لاصق على خوه من هنايا وهاوضوا هاي راقب ليا الحيط ها هو الياجور معرض قال لك داخل عندي هو دابا خطر لي جوج متر قال لي كان بني ورد لك الحيط انا كنت سنة ولي دار الله دارك هي اللي تشقات كلها لا داري داري ريبوا ريبوا انا راب رحقدوا ريبوا كله ها هو من الراس للراس قال لي داخل عندي التيتر قال لي غنسالي غنبني لك ها هو باقي كنت سنة فيه الله يدير لي فيها الخير وصافي.
راه غادي تم هنا خويا. شوف شوف من هود، شوف من هود.